مش هيفكر ان الناس كده هتفكر هو ان مش مهم هو الناس، كان معاها هو وهو معاه. ايوه هو ازاي يعني هو دي النهارده دم. هنا بكره هناك. ما هو بس يعني لو احنا بنتكلم على حته بغض النظر عنه، هو لو احنا بنتكلم على حته انه ليه ناس كتير واخده الانطباع انه اكيد ده بسبب البنت الالمانيه، لا بصراحة السبب ان هم شافوه رجع، يعني رجع في العلاقة دي بسرعة بعدها، فقالوا لك يبقى اكيد ما اكتشفت ان هو متجوز عليها، ايه ما اكتشفت انه في ان هو على علاقة لسه بالبنت دي او لا. والحق يتقال يا جماعة لا، هو وهو معايا لا كان مرتبط ولا كان في اي حاجة، كان اخر حاجة لي العلاقة بالانسانة دي وخلصت، وكانوا سايبين بعض وبس. هي كل الحكاية انه رجع بسرعة بعد ما احنا سيبنا بعض، ففي ناس كتير اخدت انطباعات مختلفة. بس انتوا صحاب يعني بتسألوا على بعض وكده. كتير يعني علاقتنا حلوة قوي وفيها احترام قوي وفي علاقة حلوة بين العيلة، او بمعنى اصح انا بحب اخته قوي قوي، وهي متعلقه بيا قوي، ووالدته علاقتي بيها حلوه عشان قوي. عشان قالوا وقتها ان والدته ما كانتش موافقه ان لا لا اهو ده كلام كان من مكان عجيب، ده كلام كان من مكان عجيب، لانه الست دي ست جدعه جدا وبورسعيديه بقى جدعه وطيبه ودي كانت مرشحه لحزب الوفد مش كده؟ فست بالعكس ست لبقه جدا وجدعه جدا وطيبه جدا، لسه على علاقه بيها بتكلم. لما بتبقى هدير عندي يعني هدير اخته الصغيره، لما بتبقى عندي بكلمها واسلم عليها وبتاع. هي بس انا هدير عندي مشكله معاها عشان هدير دي عزيزه عليا قوي قوي، دي علاقه ما انضربش فيها كرسي في الكلوب. غريبه جدا، وانا بحبها عشان كده. لا العلاقات يعني علاقات من واحد وواحده كانوا مخطوبين بيسيبوا بعض بتضرب فيها كرسي في الكلوب، ما بيكلموش بعض تاني، بيقطعوا بعض. بيقطعوا بعض. يعني انتوا ما قطعتوش بعض؟ لا بصراحه لا لا. ممكن تكملوا صحاب؟ يعني انا عمري اصلا ما كنت متضايقه ولا يعني غضبانه منه او شايفه ان هو ضرني في حاجه. يعني حتى لو بنتكلم على حته انه على طول بعدها الرجوع ده او انه ما بيعملش حسابات، انا علشان عارفه هو بيفكر ازاي، عشان عارفه ان ده طبع هو مش قاصد. يعني هو حتى لما بيجي يعمل الحاجه هو رايح يعمل حاجه اللي هو يعني هو قرر كده دلوقتي فرايح يعمل كده، هو بيبي من الاخر. طيب معلي، انت متفائله بالمستقبل؟ شايفه بكره كويس؟ شوف انا هقول لك على حاجه عشان بس ايه يعني اجيب لك من الاخر، انا مش شايفه حاجه خالص دلوقتي. يعني مش شايفه حاجه خالص، مش شايفه كمان ساعه في ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عندي مشاكل نفسيه، انا ما بقى يعني ثلاث حاجات ما بتناقش فيهم. كنت زمان ده مبدا، بس مبدا ايه ساعات ممكن اكسره وساعات لا. يعني مؤخرا بقالي سنه كده المبدا ده بقى ايه، بقى بالنسبه لي يعني انا حلفت عليه يمين، اللي هو لا دين ولا كوره ولا سياسه يبقوا موضوع في اي حته اقعد فيها. اي حد يبتدي يتكلم في السياسه انا بقى ايه اباجوره قاعده جنبهم من الاثنين لغايه ما يخلصوا كلام. انسي. لانه خلاص بجد الحكايه لا بقيت حاسه ان الواحد المفروض يقعد يتناقش في حاجه هو نفسه تايه فيها كل يوم الصبح بيصحى حاسس باتجاه شكل، ولا بقيت حاسه انه انا بالذات المفروض اتكلم في اي حاجه تخص الحاجات دي، لانه انا عندي ناس بتمشي ورايا خايفه يعني لكمان يعني تتهاجمي تامر اللي هو صديقك. ما بقاش في ده، غير ان ما بقاش في حد بيسمع لحد، ما بقاش في حد عاجبه ان راي حد مختلف عن حد.